السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Five Nights at Freddy's الحلقة الثانية. طبعا لعبنا اللعبة وفي الحلقة الأولى وصلنا بس للليلة الثانية ومتنا. طبعا احنا قربنا نوصل 1000 مشترك، فإذا ما انت مشترك اشترك وحط لايك للفيديو بدون مقدمات زيادة. خلونا نبدأ. طبعا رجعنا لنايت 2، سويت كنتينيو، فحين الحين نحاول ان ننجو في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. Alright. طبعا اصلي هذا، طبعا بسوي لي سكيب يمكن بسمع وش يقول. فريدي انا طلع لي هذا اخر واحد، هذا موجود، هذا موجود، وهذا موجود. يقول لك اللي ورا الستاير اذا ما شيكت عليه يصحصح ويتحرك اكثر. باي باي. اوكي جت ساعه واحده، خلينا نشيك. اكيد في واحد منهم راح، الكلب راح، غرفة المعيشه موجود، هذا هو. مرحبا عزيزي سنيكي. ها اوف، هذا هو طلع بسرعه هالمره. آخر مرة كان بس يشرف شوي. أوكي هذا الحين موجود هنا. أوكي خفت أنا من الثعلب نحاش. أوكي هذا طلع من هنا من غرفة اللي هو باكستيج جاي لغرفة المعيشة. هذا الثعلب الحين موجود. بوم. هذا الكلب في غرفة المعدات. متأكد من الثعلب مرة ثانية. نطلع شوي اللفلف. 1 2 1 2. ساعة 2 الآن. شيكا موجودة، اتوقع اسمها شيكا، اذكر اني شفت اسمها شيكا. اوكي انتظر. من وين طلع لي هذا؟ اوكي راح. هذا الصعب اني انجو الليلة الثانية، هذا لازم نشيك عليه. اوكي رجعنا مرة ثانية. هذا لازم نشيك على هذا. الحيوان هجم علي وخوفني. لا ما في شيء. ايمي اللي هي. اوكي البطة طلعت في الحمامات الان. ما في احد هنا. ثعلب الان مو هنا. قلت اني سمعت صوت. لا والله الحين هنا. روح يا حبيبي. انتين لازم بلاحظ عليه شو ما تجسمت. اوف هذا تحرك. ارجع دور فريدي. تحرك، ما كان يواجه الكاميرا قبل. هذا الحين واقف هنا فريدي. اوكي رجعت لوضعك الطبيعي. هذه اول مره تجي هنا شيكا. باقي لنا 8%، تخلص الطاقة. لا والله خسرنا. جاي، في صوت جمب سكير جاية. هلو؟ أنا فريدي. نايس، اتوقع ان خلصنا بالضبط. الليلة الثالثة. اوكي رجعنا. انا بيتصل مرة ثانية، نركز على هذا بس. الطاقة ليش قاعد تنزل بسرعة كده؟ يقول لك إذا مسكوك الظاهر إنك ميت. أتوقع بيكون مستحيل نوصل ننجو من الليلة الخامسة. شوف كيف الطاقة تنزل بسرعة، ما سويت شيء أنا. ما سويت شيء أبدا أنا. أتوقع إني بجرب أنجو من الليلة الثالثة وبوقف الفيديو.
انا شوف كيف وصلت ل 90 وتوه الساعه 12. هذا طلع اوريدي وهذا وشيك اختفت. دقيقه هذا وين راح بعد؟ ما امداني اني ما اركز عليه شوي. طبعا الجيم بلاي يعتبر بسيط بس صراحه في فكره حلوه، حلوه انك تراقب الاماكن، تنتبه للمستوى الطاقه عندك لا يخلص. هذا ما طلع، شيكا موجوده هنا. لحد الان الثعلب يعتبر اكثر واحد مزعج. اتوقع كل ليله دميه معينه تتحرك. الاول كان هذا الكلب، ثاني البطه او الدجاجه، اتوقع دجاجه. الثعلب مو موجود اصلا في هالبوستر هذا. اتحرك انت، اتحرك. سمعت صوت شي يضحك، يسوي باقي ساعتين وباقي 30%. وش كان هذا؟ انا خايف من هذا. شيكا 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 شيكا. شيكا والله ما تقربي، ما يحتاج يفتح الباب. اتوقع الطاقة بتصمد لما يفتح الباب، ما تجي الساعة 6. ثعلوبي ظل مكانك. لحظة، هذا متى تحرك هذا؟ ثعلوبي نو نو نو، كمان 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 كمان. يس، خلصنا الليلة الثالثة. ممتاز. اوكي، وصلنا الى نهاية الحلقة الثانية من لعبة Five Nights at Freddy's. طبعا خلصنا الليلة الثانية والثالثة. صراحة صعب اني اخليهم كلهم فيديو واحد، فانا افضل اني اقسم اللعبة الى ثلاث اقسام، وان شاء الله في الحلقة الجاية بنخلص الليلة الرابعة والليلة الخامسة اللي بنتأكد بيكونوا مرة صعبين عشان اخلصهم. المهم قربنا انه نوصل 1000 مشترك، اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.